إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمه وقص به قلمه وأحصاه كتابه وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين أما بعد أيها الآباء الكرام والإخوة الأحباب موعدنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع قصة نبي الله صالح الذي أرسله الله عز وجل إلى قوم ثمود وقد تحدثنا قبل ذلك عن آدم عليه السلام ثم إدريس عليه السلام ثم نوح عليه السلام ثم هود عليه السلام وموعدنا اليوم مع نبي الله صالح عليه السلام ما زمانه وأين كان مكانه الزمن بتاع سيدنا صالح والمكان الذي أرسل إليه سيدنا صالح إلى قومه أين هو أما عن الزمان فقد جاء سيدنا صالح بعد سيدنا هود وجاء قوم ثمود الذين أرسل إليهم صالح بعد قوم عاد رب العالمين تحدثوا لهم في القرآن الكريم في معرض الحديث عن قصة صالح فيقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد يبقى ثمود جاءوا بعد مين؟ بعد عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من الجبال إلى آخر الآيات الشاهد هنا أنهم جاءوا بعد إيه؟ بعد عاد بعد قوم عاد قوم سيدنا هود الذي تحدثنا عنه في الجمعة الماضية هذا زمانهم فأين مكانهم؟ مكانهم في موضع يسمى الحجر رب العالمين يقول عنهم إيه؟ كذب أصحاب الحجر الإيه؟ المرسلين وهم قوم ثمود دولهم أصحاب الحجر أين يوجد المكان الذي يسمى بالحجر؟ شمال غرب المدينة المنورة ب380 كيلومتر شمال غرب المدينة المنورة ب380 كيلومتر يعني كما كان المفسرون يقولون قديما ما بين الحجاز والشام في تلك الديار أرض تسمى مدائن صالح وهي موجودة آثارهم حتى الآن
وقد مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك، والحديث في البخاري ومسلم. حينما مر عليها النبي في طريقه إلى تبوك ومعه صحابته الكرام، فجعل الصحابة يملؤون الماء من آبار مدائن صالح وديار ثمود، الآبار بتاعتهم، بتاعت الناس الذين ظلموا إيه؟ أنفسهم، بتاعت هؤلاء الناس الذين أهلكوا قديما أيام سيدنا صالح. فالصحابة بدأوا يأخذون الماء من آبارهم ويأخذون بعضا من أوانيهم، الآنية بتاعتهم، أواني من الفقار. فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يهرقوا الماء، يسكبوا الماء، لا يشربوه، لا يستعملوه، وأن يكسروا الأواني لا يستعملوها. وقال: إذا مررتم على هؤلاء المعذبين، الأرض اللي كان فيها العذاب هذه، فلا تدخلوا عليهم إلا وأنتم باكين. في رواية أخرى: فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم. إن المكان ده مكان عذاب، فلما تمروا بالمكان الذي ظهر فيه عذاب الله فاخشعوا وتباكوا إن لم تستطيعوا البكاء خشوعا وتضرعا لجبروت الله وعظمته على هؤلاء الأقوام في ذلك الموضع. فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا الأثر في البخاري ومسلم. فالنبي مر على مدائن صالح، على هذا المكان الذي أرسل فيه سيدنا صالح والذي نزل فيه العذاب على قوم ثمود وهم قوم صالح عليه السلام. هذا عن المكان وهذا عن الزمان بالنسبة لثمود قوم صالح. فما قصتهم وما مدى رسالة سيدنا صالح لهم؟ سيدنا صالح نبي من أنبياء الله، من العرب العاربة التي تحدثنا عنهم قبل ذلك. هو نبي عربي. احنا ذكرنا ان الأنبياء العرب أربعة: هود وشعيب وصالح ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا صالح هذا من الأنبياء العرب، وقوم ثمود هؤلاء هم فرع من قوم عاد، يعني هم أصلا كانوا من أبناء عاد، من قبيلة عاد التي أهلكت في اليمن قديما اللي كانوا مع سيدنا هود، ولكنهم تركوا أرضهم واستوطنوا أرض الحجر شمال غرب المدينة المنورة وسكنوا في هذه الأماكن وسموا باسم جدهم ثمود، وفسدوا وكانت عبادتهم عبادة الأصنام، فأرسل الله منهم نبيا لهم وهو صالح عليه السلام يدعوهم إلى دين التوحيد ونبذ عبادة الأصنام، فكذبوه. رب العالمين يقول إيه؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إيه؟ غيره. شوف دايما دعوة الأنبياء إلى الإيه؟ إلى التوحيد. ما لكم من إله غيره، لكنهم لم يستجيبوا. هذا الجزء هو دعوة سيدنا صالح لهؤلاء القوم. في آيات أخرى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. اسمع الآية التي تتكرر مع كل الأنبياء: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يا جماعة والله رب العالمين يعدد لنا هذه الآية دائما مع كثير من أنبياء الله، أنهم لم يكونوا يطلبوا أجرا، لم يكونوا ليطلبوا أجرا من أقوامهم، ولا يريدون من أقوامهم جزاء ولا شكورا، وإنما هم يدعون أقوامهم لدين الله ويرجون الأجر من من الله، لا يريدون من الأقوام أجرا على الإطلاق،
فإذا رأيت داعية يريد من الناس أجرا أو عطاء أو أي عائد معنوي أو مادي أو بأي شكل من الأشكال، فاعلم أنه أخطأ الطريق، واعلم أنه قد لا يحالفه التوفيق. اعلم ذلك، لأن دعوة الأنبياء دائما كانت تقول: وما أسألكم عليه من إيه؟ من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أهو سيدنا صالح: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. اللي بيدعو إلى الله اسمها إيه؟ دعوة إلى مين؟ إلى الله. بتدعو الناس إلى الله، علاقتك بهم أن تعطيهم وتبين لهم الخير الذي نزل من عند الله. هذه علاقتك بهم، لا تريد منهم جزاء ولا ثناء ولا شكور ولا أي شيء. ثم يقول لهم سيدنا صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. خد بالك، وتنحتون من الجبال ايه؟ بيوتا. اجدادهم اللي هم انحدروا منهم قوم عاد كانوا بياخذوا البيوت على رؤوس الجبال بيوت، ولا كانوا يعبثون ببنائها؟ كانوا يعبثون ببنائها. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ رب العالمين يقول لهم كده على لسان نبيهم: أتبنون بكل ريع مرتفع مكان جبل عالي آية قصر شامخ آية في العظمة تعبثون؟ يعني ده انتم بتبنوا ما تكونوش فيكم، انتم بتسكنوا في الخيام، الخيام ذات الأعمدة العالية جدا. لكن لما الجمود انحدروا منهم بدأوا أيضا ينحتون من الجبال بيوتا، بس للسكنى ولا للعبث؟ للسكنى. رب العالمين سماها ايه؟ بيوتا. بيوتا يعني يسكنون ويبيتون ايه؟ فيها. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، كلمة فارهين يعني حاذقين في صنعتكم ماهرين بها أو متجبئين بعلمكم بهذا الأمر. انظر إلى آخر الآيات، بدأ سيدنا صالح يدعوهم دعوة كثيرة ويستعطفهم بدعوته ويحنو عليهم بألفاظه الرقيقة ويحاول أن يدعوهم من كل جانب لكي ينبذوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله الواحد الأحد. ويا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. شوف الخطاب بتاع سيدنا صالح لهم، قمة الرحمة بهم، قمة التودد لهم في الدعوة إلى الله عز وجل. هكذا كان أنبياء الله، إلا أنهم كانوا أناس قلوبهم شديدة لا تنصاع إلى الخير ولا تستجيب إلى الحق، فسخروا من سيدنا صالح وقالوا له: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. يعني يا صالح احنا اتشائمنا منك انت والمؤمنين اللي معاك دول، مش عايزين نشوفك، انتوا شؤم علينا، اطيرنا بك وبمن معك. قال: انما طائركم على انفسكم بل انتم قوم تفتنون. يعني اطيروا بي تشاءموا منه ومن المؤمنين معه، تخيل. وبعدين يعتبوا عليه حين يدعوهم فيقولون له، فقالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. احنا بصراحة الاول كنا فاكرينها كويس، لكن ان المسألة توصل انك تجعلنا او تريد منا ان نترك ما كان يعبد اباؤنا، عبادة اهلنا وابائنا والدين بتاعنا، نسيبه ونتبعك في دين لا نعلمه. لا، احنا كنا نظنك غير كده يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. كل اللي انت بتقوله هذا نشك فيه ولا نصدقه. انظر، يرفضونه جملة وتفصيلا.
له إنما أنت من المسحرين. أنت يا صالح يبدو أنك يعني سمعت كثيرا من شعوذة السحرة واحتكبت بهم أو سمعت عنهم فجعلت تهدي مثلما يهدون وتقول مثلما يقولون إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا، أنت واحد بشر زينا زيك، لا تزيد عنا شيئا، ما أنت إلا بشر مثلنا. وبدأ التحدي، فأت بآية إن كنت من الصادقين. من الآخر، لو أنت نبي رسول أرسلك ربك ارمي بياضك ورينا آية، أظهر لنا آية نطلبها نحن منك، إن استطعت أن تأتي بها أنت رسول ساعتها ونبي، ونحن الذين نشترط عليك تلك الآية العلامة المعجزة التي تجعلنا نصدق أنك نبي يا صالح. فقال وما الذي تريدون أن أطلبه لكم من ربي؟ كان عندهم صخرة ضخمة جدا، ضخمة ضخامة منتهية. فقالوا أن تخرج لنا ناقة من هذه الصخرة. شايف الصخرة دي؟ تطلع لنا منها ناقة أنثى الجمل، تخرج من هذه الصخرة، تنشق تلك الصخرة وتخرج لنا الناقة منها. مش ربك هو اللي القادر على كل شيء ويستطيع أن يفعل كل شيء، وأنت تقول أنك جئت لنا رسولا من عنده من قبله تدعو لدينه؟ إن كان هو الخالق لن يعيه ولن يعجزه أن يخرج لنا ناقة من تلك الصخرة الكبيرة. ويشترط أن تكون هذه الناقة ضخمة ضخامة لم نر مثلها فوق الخيال، وأن تكون كثيرة الطول على جسدها، وأن يكون لونها أحمر صوفها أحمر، وأن تكون عشراء في شهرها العاشر، وأن وأن وظلوا يعددوا كثيرا من صفات الناقة لكي يعجزوا من؟ ليعجزوا سيدنا إيه؟ صالح. وبعد أن انتهوا من شروطهم وطلباتهم واقتراحاتهم قال لهم صالح إن جئتكم بهذه الآية من عند الله أتؤمنون بالله؟ قالوا نعم هنؤمن بالله، بس انتهت الأول نشوف. هم طبعا يتخيلوا أنه لن يحدث ما قالوه لصالح على الإطلاق. أتؤمن؟ قالوا نعم. هل أمنوا؟ قالوا نعم. فبدأ صالح يتضرع إلى الله ويدعو الله ويناجي ربه. طبعا هذه النقطة كثير من المفسرين يقولونها، والبعض يقول لا، جاءت المعجزة من عند الله أولا ابتداء، لم يكونوا هم الطالبين، بل طلبوا آية وهو الذي يعني لم يشترطوا الآية. يبقى إذن كثير من المفسرين يقول أنهم اشترطوا الآية، وبعضهم قليل منهم يقول أنهم لم يشترطوا الإيه؟ الآية، يعني مش هم اللي حطوا الشروط. فاستجاب الله عز وجل لسيدنا صالح، وبينما هم كذلك إذ تنشق الصخرة وتخرج منها الناقة كما طلبوا. إنها قدرة من؟ قدرة الله الخالق سبحانه وتعالى. خرجت الناقة. قال لهم سيدنا صالح هذه الناقة سلامتها مرهونة بسلامتكم، يعني إن حدث منكم ومسكتم تلك الناقة بسوء ستكون إيه؟ نهايتكم. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ايه؟ أليم. وفي آية أخرى عظيم. إذن اشترط عليهم هذا. الناقة كانت ضخمة بطريقة، يعني الألوسية قلت تفكيره إن القوم صالح كانوا 5000 بيت، 5000 بيت، واللي أمنوا مع سيدنا صالح 120 مؤمن فقط، 120 واحد أمنوا في نهاية المطاف مع سيدنا صالح، لكن كل القوم كان عددهم كم كما يقول الألوسي في تفسيره 5000 بيت. ما هو البيت ممكن يكون فيه 3 أو 4 أو 5 أو 10 أو أكثر أو أقل، 5000 بيت. كانوا بيشربوا من بئر. هذه الناقة لما جاءت حدث أمر غريب. ما الذي حدث؟ سيدنا صالح قال لهم الناقة دي لها يوم تشرب فيه وأنتم لكم إيه؟ اليوم الذي يليه، يعني هي تشرب في يوم وأنتم تشربون في يوم. فإذا شربت الناقة أتت على الماء كله، يعني تخلص المية بتاعت البئر، ما حدش يعرف يشرب معاها في اليوم ده خالص، لكنها كانت تدر عليهم من لبنها. ده هذا فضل من من؟ من الله. فكانوا يحلبونها ويأخذون لبنها فيكفيهم. يبقى هم بيشربوا في يوم، اليوم ده ما بتشربش فيه الناقة، الناقة بتشرب في يوم هم لا يشربون فيه. كانت الناقة إذا ذهبت وجاءت من ضخامتها وكبر حجمها تهرب منها ماشيتهم وبهائمهم وأغنامهم، فكانت عاملة لهم مشكلة. إذا ذهبت وجاءت الكل يهرب منها، ضخمة مخيفة. وبدأ يجري وراءها فصيلها ابنها. ومن ضمن التفسيرات في كلمة ناقة الله وسقياها، تفسير يقول سقياها يعني الماء اللي بتشربه، وناقة الله وسقياها يعني فصيلها ابنها الذي يسير ايه خلفها، والامران واردان تحتملهم اللغة العربية. فكانوا ينزعجون من تلك الناقة، خصوصا انهم على الكفر. لكن فاتنا ان نذكر شيء، الناس دول مش تحدوا سيدنا صالح اذا خرجت لهم الناقة يؤمنوا؟ هل امنوا؟ لم يؤمنوا. رب العالمين يقول ايه؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة أمام عينيهم زي ما طلب، مبصرة فإيه؟ فظلموا بها، يعني فجحدوا ايه؟ بها. لا 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 مش نافع، لا برضه مش هنآمن معاك يا صالح، لن نؤمن لك. يعني رغم الآية التي طلبوها والتي خرجت مبصرة أمام أعينهم، مبصرة واضحة جلية أمامهم، فظلموا بها، جحدوا بها، لم يؤمنوا أيضا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الإيه؟ فاستحبوا العمى على الإيه؟ على الهدى. يا سبحانك يا رب، ربنا بيقول عنهم إيه؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. انظر، ربنا أخذهم بعد ذلك بعذاب بيسميه العذاب الايه؟ الهون. يعني ايه العذاب الهون؟ يعني العذاب المهين. العذاب المهين انزله الله عليهم. طيب ظلموا، جحدوا الناقه، لم تعجبهم. وسيدنا صالح قال ان الناقه لها شرب ولكم شرب يوم ايه؟ معلوم. كل واحد يحافظ على الميعاد بتاعه ويحضر في موعد شرابه. أنتم تشربون في موعدكم وهي منتظمة تشرب في موعدها. إلا أنهم لم يعجبهم أيضا، وشعروا بالهزيمة وأرادوا الانتقام. كان فيه رجل اسمه قدار بن ثالث، ورجل آخر اسمه مصدع. الاثنين دول تم يقال عن ابن جرير وغيره يقولون انه كانت هناك امراه معها صدوق، قالت لمصدع هذا
أنا ملك لك إن عقرت هذه الناقة وخلصتنا من صالح، يعني من ناقة صالح. وامرأة أخرى تسمى عنيدة كان لها 4 بنات، قالت لخضار بن سالم: أي من بناتي تشاء خذها بعد أن تخلصنا من ناقة صالح. سواء هذا السبب هو الباعث أم غيره، المهم أنه انطلق خضار بن سالم ومعه مصدع هذا، وانتدبوا من قومهم من يشاء، فخرج معهم 7، طلع معهم 7 من أشر الناس في قوم ثمود كلهم، فكان المجموع كام؟ 9. الـ9 دول أشر قوم ثمود كما قال القرآن: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا إيه؟ ولا يصلحون. خرج هؤلاء 9 يريدون ماذا؟ يريدون الخلاص من إيه؟ من الناقة، يريدون أن يعقروا الناقة. وبالفعل خرجوا للناقة يتربصون بها ينتظرونها في مسيرها، فضربها مصدع هذا بسهم فأصابها. ثم جاء قدار بن سالم وهو هذا الشقي، إذ انبعث إيه؟ أشقاها. هذا هو الشقي، هذا هو الذي قال الله عنه: فتعاطى فعقر، فتناول الناقة فضربها في ساقها بسيفه، فأمسك سيفه. طبعا مش هيطولها من أعلى، هيطول إيه فقط؟ ها؟ الإيه؟ الأرجل. والضرب في الأرجل اسمه العقر. فضربها بسيفه فقشط عقوبها، ضربها في موضع يعني بتر الأوتار بتاعة العرقوب اللي تخليها قائمة، فتهاوت إلى الأرض، سقطت إلى الإيه؟ إلى الأرض. الناقة وقعت على الأرض، فلما وقعت حزها فقتلها، ذبحها. ثم تولى 7 كده، الاثنين دول خلصوا على الإيه؟ على الناقة. فرغت رغاءة واحدة عالية، خوفا على من؟ على فصيلها، كأنها تصيح على فصيلها ابنها. فذهب 7 الآخرون إلى الفصيل ابن الناقة وجروا وراءه فذبحوه هو الآخر، وجاءوا به فوضعوا لحمه على لحم أمه، وصاروا يقطعون من اللحم وما شاءوا منه يأكلون. علم سيدنا صالح فجاء فوجد الناقة مذبوحة وابنها مذبوح، قد عقروها. فحذر أنذرهم صالح، بدأ ينذرهم، قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، أنتوا مدتكم معانا هنا في الأرض 3 أيام، عذاب ربنا هينزل عليكم خلاص. تمتعوا حتى ايه؟ حين. الحين ده كام؟ هم 3 أيام. انتوا ليكم معانا 3 أيام، عذاب ربنا نازل عليكم. فلما انذرهم سيدنا صالح، 9 دول غضبوا: احنا قتلنا الناقة وما حصلش شيء، نخلص على صالح بالمرة ويبقى كده نستفيق من تلك الأقوال التي يقولها لنا أن هناك دين آخر وإله آخر وإنذار ووعد ووعيد وكلام، أتعبنا، نقتل صالحا كما قتلنا الناقة. انظر، ترقصوا بمن أيضا؟ بسيدنا صالح. رب العالمين يقول يخططوا وتآمروا على ذلك، قالوا بالليل هنهزم على صالح على بيته نقتله. ولما يصحى الناس يقولون: من الذي قتله؟ تقول: لا ندري، ما شهدنا مهلك ايه؟ اهلك، وانا لا صادقون، احنا ما نعرفش مين اللي قتله، ما نعرفش. رب العالمين يقول ايه؟ وكان في المدينة 9 رهط، 9 اللي احنا اتكلمنا عنهم، يفسدون في الأرض ولا إيه؟ ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله، يعني يلا نحلف مع بعض إن إحنا نموت مين؟ ها؟ صالح. يلا نحلف ونتفق اتفاق رجال لا يرجع منا عنه واحد على قتل صالح كما قتلنا الناقة.
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، هنقتله هو وأهله في البيت، يعني يقتلونه في الايه؟ في البيت، لنبيتنه قبلا في البيت وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أي حد طالبنا أنتوا عملتوا مال الذي فعل ذلك؟ ما شفناش، ما عملناش، لا علم لنا، وصدقونا ما فعلناش شيء. ده الخطة اللي هم يخططون لفعلها. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هم مش واخدين بالهم ان مين الذي يقدر الاقدار ويدبر التدبير؟ الله رب العالمين. يقول ايه؟ ومكروا مكرا، دبروا، ومكرنا مكرا. شوف، هم دبروا، ومن ايضا دبر؟ الله دبر سبحانه وتعالى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اسمع، المسألة فيها تدرج. إزاي دمرناهم؟ يعني من الذين تدمروا أولا؟ من الذين دمروا أولا؟ التسعة، أول وقود العذاب كانوا التسعة دول الذين تحدوا نبي الله صالح. ده ربنا يستطيع، ربنا إيه؟ ونجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، فطلعناهم من الموضوع خالص. نجا سيدنا صالح، أي عذاب يقع نجا منه سيدنا صالح، لأنه ابتعد بعيدا بأمر من الله عز وجل. طب إيه اللي حصل؟ الجماعة دول يقال أنه كان يعني اليوم اللي هيصبح هو يوم خميس، يعني أول يوم في العذاب هيكون يوم خميس. هو انذرهم سيدنا صالح، انتوا عندكم ثلاث ايام، الثلاث ايام دول هياتيكم العذاب من عند الله بعدهم مباشرة. فقالوا طيب، زي ما الناس بتقول ايامنا دي، قبل ما يتعشى بينا نتغدى ايه؟ نتغدى بيه، مش كده؟ هو بيقول ان ثلاث ايام ابتداء من بكره، طب احنا هنموت صالح الليله بالليل، النهارده بالليل يكون صالح ميت. لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله. النهارده بالليل يكون صالح ميت. بكره الخميس والكلام ده كله العذاب بتاعه لن يحدث. دبروا هذا التدبير فمكر الله بهم. ربنا بيقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ايه اللي حصل؟ رجفت الارض بهم، ارسلنا عليهم الايه؟ الرجفه، لان الناس دول عذبوا بايه؟ بالصيحه، بالرجفه، بالطاغيه. انظر، فجاءت الرجفة، الرجفة هذه أسقطت الحجارة عليهم، أو يقال أن الملائكة ألقت عليهم حجارة، المهم أن الأرض اهتزت بهم وسقطت عليهم حجارة، فدمر هؤلاء التسعة، خلفوا مات. ثم أول وقود العذاب كانوا مين؟ كانوا هؤلاء التسعة. الباقي القوم هموت كلهم لسه. فبدأ يوم الخميس يأتي، أول اليوم نمرة كام من أيام العذاب؟ اليوم الأول من أيام العذاب، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الأول من أيام العذاب في قوم ثمود. فلما أصبحوا في صبيحة يوم من هذا الخميس، وجدوا وجوههم مصفرة شديدة الصفرة، لون أصفر فاقع غريب، وجوههم مصفرة، فشعروا أن إنذار صالح قد يكون إيه؟ حقيقيا. فبدأوا يندمون ويبكون ويخافون. في اليوم التالي أصبحوا فوجدوا وجوههم مصمرة، وجوههم بعد ما كانت صفرة امبارح أصبحت حمراء شديدة الحمرة. ما هذا؟ ما الذي يحدث فينا هذا؟ ما هذه التغيرات التي تعتلينا؟ ما الذي أصابنا وما الذي يحدث لنا؟ في اليوم الثالث أصبحوا وجوههم مسودة كالليل المظلم، سوداء شديدة السواد. اليوم الثالث، ثلاث أيام، الثلاث أيام مش هيحصل العذاب، هيحصل بعد الإيه؟ بعد الثلاث أيام. العلماء يفسرون كل الخميس، الجمعة، الإيه؟ السبت. العذاب هينزل في صبيحة يوم الإيه؟ يوم الأحد.
حينما تشرق الشمس كما يقول المفسرون، فأصبحوا يوم الأحد يتلفتون وينظرون ما الذي سيحدث بهم، كيف سيبدأ هذا العذاب، فإذا بالأرض تهتز من تحتهم فما استطاعوا قياما، ما كانوش بيستطيعوا الوقوف على ايه؟ على ارجلهم. تهتز الارض من تحت ايه؟ من تحت ارجلهم، فيقعون ولا يستطيعون القيام. ثم جاءت عليهم الصواعق، الصواعق دي نيران تقع. العلم الحديث عندنا بيفسر الصاعقه، لان في صواعق بتحصل بتنزل على النخيل وهذه الاشياء، ويصعق رجال في عصرنا هذا، تنزل عليهم نار من السماء فتهلكهم، ده بيحدث. دي ظاهره لدرجه اللي عاش كثيرا في السعوديه كما اسمع ممن ياتون من هناك يقولون لهم، ينبهون عليهم اوقات البرق الا يفتحوا ليه؟ ها؟ جهاز المحمول ليه؟ لان الصواعق دي بتاتي باشاره عليه، في اشارات معينه، لان السحاب بيكون الى اعلى فيقول لك انه يحمل كهرباء موجبه، هو ربنا خلقه كده، فإذا اقترب من الأرض يحمل الكهرباء السالبة، فإذا التقى السحابتان اقتربت السحابتان من بعضهما البعض، العليا موجبة والسفلى سالبة، يحدث بينهما الالتصاق فتحدث النار، زي أنت ما بتلم السلكين مع بعض، ها؟ سلك سالب وسلك إيه؟ موجب، بيحصل إيه؟ بيتفقوا ولا في شرار بيحصل؟ أهي دي الصاعقة إحنا بنفسرها بالعلم كده، لكن من الذي خلقها ويعلم حقيقتها؟ الله. احنا معلوماتنا بتكسر لنا كده، لكن العلم الحقيقي عند الله. فاهتزت الارض من تحت اقدامهم وبدات الصواعق تنزل عليهم، ثم جاءتهم صيحه واحده من السماء فماتوا جميعا، دمروا جميعا، فدمرناهم ايه؟ تدميرا. ده عذاب يا جماعه، عذاب الله لمن تحدوا الله وعصوا رسل الله، بل وتكبروا وحولوا نعمة الله كفرا. فجاءت تلك الصيحة فقضت عليهم ودمرتهم تدميرا شديدا، صيحة واحدة أهلكتهم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينزل عليهم رضوان الله لا عذابه. اللهم اجعلنا ممن ينزل عليهم رضوانك لا عذابك، ورضاك لا غضبك، ونعمتك لا سخطك يا رب العالمين. أيها الآباء المؤمنون الكرام الذين أحبكم من شغاف قلبي، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واستغفروا الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الآباء الكرام والإخوة الأحباب، ما أجمل أن نأخذ العبرة والعظة من قصص أنبياء الله عز وجل. سيدنا صالح بعد أن رأى بعينيه مع من آمن معه كيف أهلك الله ثمود أمامه وبين يديه، ترك تلك الأرض التي نزل بها العذاب وذهب إلى منطقة تسمى الرملة في أرض فلسطين، وهذا هو الصحيح الراجح. بعض الأقوال تقول أنه ذهب إلى أرض اليمن حيث عاد قبل ذلك. أهل ثمود عاد إلى المكان الذي جاء قومه منه أولا، هذا قول. وقول آخر يقول أنه عاد بمكة فمات بها، القول يقول راح اليمن ومات بها، والقول الراجح الصحيح أنه ذهب إلى أرض فلسطين. العلماء يقولون بأنها كانت أقرب أرض يانعة خضراء فيها المراعي والكلأ، والعرب أيام ذلك الوقت كانوا يتجهون خلف المراعي والكلأ، فذهب إلى أرض فلسطين وأقام بالرملة هناك ومات ودفن في هذه الأرض سيدنا صالح عليه السلام. العبرة من تلك القصص، أسأل الله ألا أكون قد نسيت شيئا من هذه القصة، العبرة من هذه القصص
قصص الأنبياء. نمرة واحد، أن حياة المؤمن بين قوسين هي دعوة إلى من؟ ها؟ دعوة إلى الله. المؤمن الصحيح اللي فاهم سر وجوده وسر إيمانه هو داعية إلى الله. داعية إلى الله لا ينتظر النتائج ولا يستعجل الثمرات ولا يغير، بل يحاول التغيير وينتظر هو التغيير من رب الايه؟ من رب التغيير. اياك ان تظن انه سياتي يوم على الارض تستطيع انت ان تحولها كلها الى خير مطلق والى طاعه مطلقه والى جمال مطلق بعيد عن الكفر. مش هيحدث، لن يحدث هذا بتلك الصوره التي يظنها البعض. يزيد الخير؟ نعم. يقل الشر؟ نعم. يزيد الشر طارة ويقل الخير؟ نعم. لأن الله هكذا خلقها الله. كيف خلقها؟ صراع بين الحق والإيه؟ والباطل، صراع بين الخير والإيه؟ والشر. أرجو من الآباء أن يقتربوا ليفسقوا لمن خلفهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الدنيا صراع بين الخير والشر، هكذا هي، هكذا هي. إذن حياتك هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الأمر الآخر ألا تستعجل الثمر، وألا تجبر المدعوين، ألا تجبر المدعوين، بل عليك أن تجبر نفسك بأن تتعب لتبين لهم وتحرص عليهم. رب العالمين بيتكلم عن النبي يقول إيه؟ حريص إيه؟ عليكم. هي دي الدعوة، حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. كلمة حريص عليكم ضعوها نصب أعينكم وأنتم تدعون إلى الله. الداعية حريص على المدعوين، دائما الداعية حريص على الايه؟ على المدعوين. لا تكن قاسيا عليهم. القسوة شطبها الله عز وجل من تاريخ الدعاء يوم أن قال لنا في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. لابد أن نعتبر قصص الأنبياء بنحكيها عشان كده، لكي نتعلم منها. يبقى داعية رحيم، حريص على المدعوين، يبين لهم، يلتمس لهم الأعذار، يحنو عليهم، يترفق بهم. رب العالمين يقول لعلك للرسول: لعلك باخع نفسك على اثارهم الا يكونوا ايه؟ انت هتموت نفسك عشان يؤمنوا؟ لا، مش كده. ويقول له: ما انزل طه ما انزلنا عليك القران ليه؟ لتشقى. ارحم نفسك شويه من التعب في الدعوه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان ارفق الناس، كان ارفق الناس واحياهم فقط. لكن كان بيتعب نفسه ولا بيتعب المدعوين؟ ده بيتعب نفسه في تبيين الدعوة وتوصيلها للناس، ويحرص على ذلك أشد الحرص. يبقى الرفق بالمدعوين، الدعوة أولا، الرفق بالمدعوين ثانيا، ثالثا وهو الأهم، ألا تطلب من المدعوين أجرا على دعوتك. ألا تطلب من المدعوين أجرا، يعني إيه؟ ما أنت ممكن تكون موظف، موظف الدعوة إلى الله، ده أمر آخر، لكن بنتكلم على إيه؟ لا تطلب من المدعوين مقابلا لايه؟ لدعوتك، ايا كان هذا المقابل. دائما الدعوه عطاء، الدعوه الى الله ايه؟ عطاء، تذليل للصعاب امام الناس بس. لا نريد منكم جزاء ولا ايه؟ ولا شكورا. اياك ان تبغي منفعه ممن قلت له قال الله وقال الرسول. اياك، اياك ان يكلمك الناس قلوبهم وعقولهم حبا في الدين لا حبا فيك، فتستثمر انت هذا فتاخذ قلوبهم وعقولهم لمنفعه شخصيه او لمصلحه دنيويه او لهدف تبغيه انت. احذر هذا، هذا يحالفه عدم التوفيق. حينما يحدث هذا يكون معه مباشره عدم التوفيق. فاين يكون التوفيق؟ التوفيق يكون حليفك حينما تدعو الناس بصدق ولا تنتظر الاجر الا من مين؟ الا من رب العالمين. تنجح في الدنيا وفي الايه؟ وفي الاخره مباشره. الانبياء بيقولوا كده.
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا نتعلمه، هذا نتعلمه. ونتعلم إيه أيضا؟ نتعلم ألا نستعجل. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، إن الله إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. ربنا ما بيستعجلش زينا، خلق الإنسان من عجل، دائما مستعجلين. لا، اصبر دائما، ازرع بذرة الخير واصبر، لا تستعجل النتائج، لا تفعل شيئا يغضب الله مهما كان. ازرع بذرة الخير ولا شأن لك، من الذي يرعاها؟ الله. انت لما بترمي الحبة في الارض بتعمل ايه؟ بتذكر كده تشوفها كبرت شوية ولا لا؟ لو عملت كده تفشل، تبول، تفسد الحبة ولا تخرج منها ثمرة على الإطلاق، ولا شجرة ولا زرع على الإطلاق. لكن بتخبئ البذرة تحت الأرض وترويها بالماء وتنتظر العطاء من من؟ من الله. الفلاحين كانوا يقولوا كده زمان، الشيخ الشعراوي بيحكي عنهم يقول ايه؟ كان الفلاح يبذر الحب في الأرض ويقول نحن نبذر الحب وننتظر العطاء من الرب، من الله سبحانه وتعالى. شوف الدعوة كده، كلمة الخير لما تحطها اوعى تنبش وراها لا لا لا، سيبها، سيبها لله سبحانه وتعالى، اخلص انت فيها بس وخلاص. رب العالمين ان كنت مخلصا فيفرح فيها البركة، كما يفرح البركة في البذرة التي تخبئها انت في باطن الارض فيخرجها الله شجرة تنفع الايه؟ تنفع الناس. الدعوة كده. فلنتعلم من سنن الله الكونية، نتعلم من شيئين، كتاب الله المسطور اللي هو القرآن الكريم، وكتاب الله المنظور اللي هو الكون. ربنا له كتابين، هم كتاب منظور، العلماء بيقولوا كده، كتاب منظور اللي هو الكون، فسيروا في الايه؟ في الارض فانظروا. كلمة انظروا دي بيأمرك ان تقرأ في كتاب الله المنظور اللي هو الكون، واقرأ تقرأ هنا في كتاب الله المسطور القرآن الكريم، وتتعلم وتعلم وتملأ الأرض خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا رزقا في قصص الأنبياء. اللهم اجعل لنا رزقا وفائدة جميعا من قصص أنبيائك. اللهم أخذنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على آثارهم مقتدون. اللهم اجعلنا خلف سنتهم نسير. اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقموا الصلاة.